في سنة من السنين كتب الكاتب السوري المحترم محمد المغوط مسرحية اسمها كاسك يا وطن، ولعب بطولتها دريد لحام. المسرحية دي كانت جامدة جدا ونقد لأوضاع العرب. من امبارح بقى ومفيش سيرة في مصر إلا صورة السيسي وهو بيشرب لمؤاخذة مشروب أصفر مجهول وبيحتسي الأنخاب مع زعماء البريكس، اللي هي الصورة دي، الصورة اللي قدام حضرتك دي وهم بيحتسوا سويا أنخاب البريكس. على فكرة في منها فيديو. كاسك يا وطن، الناس اتقسمت في بلادي، اتقسمت نصين. ناس تقول يا جماعة عيب ما تتهموش الراجل زور ده عصير تفاح، وناس تانية تحلف يمين ان دي خمرة وان السيسي ضرب بالعرف والدين الحيطة. وما بين دول ودول احنا هنعرض لكم تعليقات الناس عشان بس ايه نشوفها مع بعض كده. ادي تعليقات الناس: لا يجوز ابدا تداول هذه الصورة التي تظهر السيسي وهو يحتسي الخمر لعدة اسباب، او لاسباب عدة. اولا انه لم يتبين لنا انها خمر، فلا يجوز اتهامه بشرب الخمر. ثانيا اننا لا ندري ان كانت خمرا انه شربها ام لا، فلا دليل على انه شربها، احنا اللي شربناها بيه. ثالثا ان كان شربها فلا دليل على انه يعلم انها خمر، فهو معذور بجهله يا سيدي. رابعا قد يقول قائل: اذا قرعت الكؤوس حرم ما فيها، فهذا حديث لا اصل له. خامسا واما ان كان من قبيل التشبه فهو منهي عنه وليس محرم، وقد تقتضيه المنفعه العامه كالبروتوكولات السياسيه. تكلم كانك برهامي. انا بس حد خايف، حد على الشرب خايف ياخد على الشرب ويصرف فلوس القروض على مزاجه. اما حد تاني قال: خلصنا من اجتماع البريكس والسيسي قام بمجهود عظيم وصفقات ناجحه، وهنيجي بقى لفقره المعاتيه. هو مفيش حاجه اسمها مشاريب غير كحوليه يا بجم. هو السيسي من امتى بيشرب؟ ولا ليه في الشغل ده؟ ده راجل بيصلي ويصوم. هو انت فاكره ولي نعمتك اردوغان؟ لا تظلموا السيسي ولا تروجوا انه يشرب الخمر. نعم الصوره لا تكذب، ولذا فالسيسي يحتسي الخمر. محاكاه للغرب الصليبي والصهاينه والملحدين، شائعات الاخوان المسلمين. ها 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 ها. السيده انتصار السيسي، لما السيسي قال انا قاعد 10 سنين تلكت فيهاش غير ميه بس، كان يقصد الكونياك. طبعا ده حساب مضروب. كونياك والشمبانيا في لغه الجماليه والمغربلين. عندنا بنقول على الخمرة مية كنوع من التشفير عشان محدش يقول لنا حرام وكده. الخمرة كانت سبب مشاهد، ده هزار يعني، يعني حساب هزار منسوب إلى انتصار السيسي. اللي بعده: يشرب خمرة عشان مصر. السيسي بيعمل لكم دماغ يا مصريين، قاعد بيتكتك يفشخ المصريين ازاي. حلاوتك يا سيسي نياهو، مهزلة ومسخرة أقسم بالله. ده حساب السيسي هو اللي طبق وشرب خمرة زي الأغنية. واحد تاني قال لك: الله يخرب بيوتكم، شربتوا السيسي خمرة، هي ناقصة فقر. هو السيسي بيشرب خمرة علنا؟ الله يخرب بيتك، بيشرب خمرة السيسي سكران؟ وهكذا وهكذا يا حضرات. أيها الأحرار في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع بصراحة في مشكلتين. إن دي لو فعلا خمرة فهي بترسخ لفكرة ازدواجية الزعيمة بوشين اللي احنا اتعودنا عليه. السيسي من ساعة ما جه من 2013 وهو مصدعنا بإنه تقي نقي ورع بتاع ربنا، لكنه مع الأجانب يشرب عادي. ده لو خمرة زي كده. اسمع كده: الرزق على الله. بمناسبة الرزق على الله، وأنا بتكلم في حد بعد ما خلصت مطبع قال لي: أنا عايز يعني، ما أنا بكلم ناس كتير يعني، قال لي: يعني بتتكلم كتير عن ربنا ليه؟ قلت لهم: حبيبي حبيبي وغالي عليا، حبيبي وغالي عليا.
انا اللي شايف هو عمل ايه معاكم. طب احنا لا ممكن تكونوا شايفين، بس انا شايف اكتر. والله 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 كرم على مصر فوق خيالكم. والله 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 كرم. موضوع الوشين ده خلاص عشان نخلص، ده موجود في حاجات كتيره جدا. السيسي مثلا مصدعنا بانه زاهد وانه ما بياكلش من اكل الرئاسه وانه بيبني قصور، وهو في نفس الوقت بيبني قصور ليه ولعياله وطياراته الفخمه. اسمع، لما رحت الرئاسه فكان فقالوا لي تحب تتغدى ايه؟ قلت لهم مش اشمعنى يعني؟ فانا اصل كل اللي في الرئاسه بيتغدوا على حساب البلد بالقانون. بالايه؟ بالقانون؟ طب والله 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 قلت لهم لا انا ولا اللي في الرئاسه، كل واحد ياكل على حسابه. بس نبني قصور على حساب مصر، امال ايه؟ هو ده الزهد الزاهد الامين عبد الفتاح السيسي في الجراف ده. الزاهد الامين قصر ومجمع رئاسي في العاصمه الاداريه على مساحه 2.5 مليون متر مربع. قصر رئاسي على طراز البيت الابيض في العالمين الجديده. قصر رئاسي في هايك ستيب العسكريه في القاهره. 10 فيلات استراحات رئاسيه جديده للسيسي بفرش جديد واولاده في الاسكندريه والعالمين. 4 طائرات رئاسيه فاخره من طراز فالكون 7 اكس ب 300 مليون يورو. طائره ملكه السماء الرئاسيه بوينج ب 418 مليون دولار. ساعات كتير قوي ومنها ساعة رولكس قدرت قيمتها ب 300 ألف دولار. ساعة أوميجا للسيسي قدرت قيمتها ب 750 ألف جنيه. خاتم ماركة بريجيه والآخر يعني تمنه اللي قدامك ده 25 ألف دولار. دراجة فخمة للسيسي قدرت قيمتها بالرقم اللي قدامك ده. مجوهرات الانتصار السيسي من ماركة أوبا أمال إيه بقى قدرت ب 750 ألف. حقيبة من ماركة جوتشي ب 1500 دولار، بسيطة أو 5000 دولار، ب 1500 دولار. ده الراجل الزاهد. احنا من ساعة ما الراجل ده وهو مصدعنا بالازدواجية يقول حاجة ويعمل عكسها. يعني مثلا هو قال لك أنا ماليش في الواسطة، موتي وسم الواسطة، وهوب لقينا عياله وعيال عياله وعيال إخواته وأخوه لقيناه بيتجدد له حاجات كده. اسمع كده لما قال لك أنا موتي وسم الواسطة. أنا قلت المثال ده وبرضه بحب أكرر يا جماعة من فضلكم، مفيش مجال للمحسوبية وللمجاملة دلوقتي. مفيش مجال. انا طلعت 3 توجيه قبل كده وامبارح طلعت توجيه رابع بان مفيش حاجه اسمها معرفه الرئيس. رئيس ايه؟ مفيش حاجه. انا بحب كده الناس اللي كانت معايا في الجيش تعرف ان انا موتي وسمي المحسوبيه، موتي وسمي المحسوبيه، موتي وسمي المحسوبيه. بس اخوه يتجدد له مدى الحياه، اخوه القاضي واولاد اخواته واولاده اللي في المخابرات واللي في الرقابه الاداريه موت وسمه، بس ولاد عم يعني ولاد اخواته العيله كلها مسكت البلد، بس هو موت وسمه المحسوبيه. اهو ابناء السيسي يصنعون امبراطوريه بالرقابه والمخدرات، سوري المخابرات. اتفضل يا بيه، موت وسمه. يكره سبحان الله حسن في الجهاز وهو زوج داليا حجازي، تعمل في النيابه الاداريه، نجله رئيس اركان نجله رئيس اركان الجيش السابق واللي هو محمود حجاز، ده كان زمان يعني. الراجل موته وسمه، بس العيله كلها مسكت مناصب ومسكت فلوس وبقت ما شاء الله عيله مجرشه يعني معاها فلوس. السيسي الازدواجيه بتاعته دي من زمان معانا، راجل بتاع ربنا بس هو مفتري. السيسي ازدواجيته كمان على حريه الاعلام في العالم، ومخابراته بتوجه وتدي سكريبتات تحت الترابيزة. فاكر القصة دي؟ وبالتالي أنتم تقبلون حرية التعبير؟ أكيد أكيد. وأنا أرجو أن أنت تتابعوا الإعلام والصحافة في مصر، وأعتقد أن الناس بتتحدث كيفما تشاء. الصحافة والإعلام بتتحدث كيفما تشاء في مصر، كيفما تشاء. بعد الحوار الوطني في حالة الناس مش مصدقاها، بس ماشي، في حالة كده من إيه؟ أنه الأجهزة اللي كانت بتدير حرية الرأي في مصر والسياسة والحاجات دي بدأت تقتنع بحبة حرية رأي. دي حقيقة. فقال لك نختبر بقى الناس، احنا مش في امريكا عشان بس ما حدش يطلع يقول لي هو انت يعني كنت كان في كبت على الاعلام في مصر، كان في كبت على الاعلام في مصر، كان في كبت على حريه الراي في مصر. اقولها لكم تاني؟ الازدواجيه مترسخه في كل حاجه، زي بيقول المحامي جمال عيد اللي قال لك ظروفنا صعبه.
ما تتحملش والله العظيم إصلاح شركات إنتاجية، لكن تتحمل بيعها. ظروفنا المالية لا تسمح بتنظيف القاهرة وتطوير البنية التحتية والصرف الصحي، لكن تتحمل بناء عاصمة إدارية. ظروفنا لا تتحمل آراء نقدية من المعارضة والحقوقيين، لكن تسمح ببناء سجون نحطهم فيها. ظروفنا لا تتحمل صحافة مستقلة أو مهنية فنحجب المواقع، بس تتحمل أحمد موسى ومصطفى بكري باشا. ظروفنا لا تسمح بترك المنظمات الحقوقية المستقلة، لكن نهلل ونطبطب على مشيرة ومجلسها. نستطيع كشف الصافة في جيب راكب بالمطار، لكن ما نقدرش نكشف تمثال طوله مترين ووزنه أطنان راح الإمارات. الإزدواجية يا حضرات دي تخليك تصدق إن السيسي بتاع ربنا ممكن يسكر عادي، يعني ما هو الراجل كلمك على كل حاجة وعمل عكسها. كلمك على الواسطة والمحسوبية اللي بيكرههم وولاده وولاد إخواته في مناصب أعلى مناصب في الدولة. كلمك على الزهد وهو بيبني أصول رئاسية وطيارات وطائرة ملك السماء. كلمك على كل حاجة ويعمل عكسها. فمش بعيد يكون بيكلمك على ربنا وبيسكر. لكن الملحوظة التانية والأهم، إحنا في مصر النهاردة مش شاغلنا إيه نوع المشروب ده، مش شاغلنا خالص. كان خمرة، كان مية، كان سيفن، مش قضية. لأنه السيسي الحقيقة من غير ما يسكر ضيع البلد، فما بالك لو سكر. السيسي شرب في صحتنا جميعا كمصريين خمرة ألعن 100 مرة من أي كحوليات. السيسي من غير ما يسكر سكر علينا، مسك الجيش البلد فنهبها بدل ما يحمي الحدود، وده أثار غضب كل المصريين. حتى القضاء لما نهب النادي بتاعهم، قضاة مجلس الدولة رفض تسليم النادي بتاعه للجيش ودور السمسار لا يليق بكم. السيسي من غير ما يسكر ضيع تاريخ البلد، تاريخ بقاله آلاف السنين، وأثار غضب أقرب حلفائه حتى الفنانين والروائيين اللي طلعوا له في 30 يونيو. النهاردة حزانة، يتامى حاطين راسهم في الرمل من أجل إنشاء محور صلاح سالم. يخرب بيت صلاح سالم، هدم القباب وإخراج الرفات. الحكومة تنفذ المرحلة الأولى من إزالات مقابر الإمام الشافعي وتهدم مقابر أحفاد محمد علي. طب النتيجة إيه بقى؟ إن حتى حلفاء اللي طلعوا له في 30 يونيو، حتى اللي طبلوا له، اللي عملوه أسطورة، طالعين حزانة زي محمد العدل. أهو محمد العدل عن هدم القبة التراثية، خلوني زي النعامة أحط راسي في الرمل. هو ده طلب؟ هات لي تفاصيل خبر ده الله يخليك. هو بيقول هم اللي خلوني زي النعامة، ولا بيقول سيبوني أكون نعامة؟ أنا مش فاهم محمد العدل بيقول إيه. يعني هل بيطلب مننا إن إحنا نعامله كنعامة يحط راسه في الرملة، ولا هو شايف إن النظام خلانا عامة وحط راسه في الرملة؟ إيه تفاصيل بقى؟ اطلع 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 عشان بس نفهم الجملة، ما احنا نفهم برضو. علق المنتج محمد العدل على هدم قبة والدة الأمير محمد عبد الحليم باشا ابن محمد علي ومستوردة محمد علي بشكل غاضب نتيجة هدمها، وقال صور هدم تراثنا بتوجع، كفاية أرجوكم خلوني زي النعامة أحط راسي في الرمل، تعبت. يعني بيطلب مننا خلاص حط راسك يا محمد، حط راسك مطرح ما تحط رجليك. انتوا اللي طلعتوا في 30 يونيو جبتوا الراجل ده، انتوا اللي جبتون، انتوا اللي دخلتوا تطار. فاكر انت ابن العلقمي في الدولة العباسية؟ ابن العلقمي والدفتر دار دول هم اللي دخلوا المغول، مش هم اللي خانوا السلطان العباسي الأخير وخلوه وتواصلوا ابن العلقمي تحديدا، وتواصلوا مع المغول ودخلوهم وفتحوا لهم باب بغداد. ولما دخل المغول عملوا ايه؟ خلوا المكتبة بتاعت بغداد تغطي نهر الفرات تقريبا او دجلة، لما المية بقت حبر كوبيا. مين اللي دخلهم؟ ابن العلقمي. انتوا كان دوركم ان كنتوا اولاد العلقمي. الاستاذ ابراهيم عبد المجيد الروائي العظيم لا احد ينام في الاسكندرية كتب بيقول حاجة مرة قوي، كل شوية زوجتي تدخل تلاقي الدموع في عيني، أقول لها بيهدموا مقابر العظماء الذين أرادوا أن يكون لنا وطن وكافحوا من أجل ذلك وتعلمنا منهم،
إنهم لا يهدمون الذاكرة بل يهدموننا. أشعر أنه لم يكن لنا تاريخ في الثقافة ولا تنتهي الدموع. كيف دموعك يا أستاذ إبراهيم عبد المجيد؟ أنت رجل رائع، أنت رجل عظيم، والله والله وما بجملكش، أنت روائي رائع. بس هو التاريخ هو بيقول مين اللي دخل التتار؟ هات كده معلش يا بابا يا بيبو، أهو ابن العلقامي. يا سلام علي، الحمد لله، اللهم لك الحمد، رتب مع هولاك قتل الخليفة واحتلال بغداد، الحمد اللهم لك الحمد، والله ارتجلتها على الهوى وظبطت معايا. كلكم ولاد العلقامي، كلكم اللي دخلتوا المغول دول البلد عشان مش بس يدمروا الآثار، لا ده كمان يدمروا التعليم. السيسي من غير ما يذكر هو قائد المغول، هدم تاريخ المسلمين وكمان تاريخ الأغباط، كفر البلد كلها، وده اللي أثار غضب المسيحيين. مطرانية في ملاوي معمولة من سنة 1927، أقدم من بلاد في المنطقة دي، أقدم من تيجان، أقدم من عاصمة، سنة 1927 بيهدموها. اتفضل اللي بيه مطرانية ملاوي، قابل وقعد فوق مطرانية ملاوي قبل وبعد الهدم. النظام مصر مصر يطلع دين أبوكم مسلم وتراثكم وهويتكم. المطرانية دي حضرات، هات لنا صورة المطرانية الله يخليك، مبنية سنة 1927 مطرانية. بص يا بيه، بص النقوش والصور، بص الأعمدة وتجان الأعمدة، بص الشغل. طب بص شغل الأيقونات دي، البتاع دي الرسومات، اتفرج، ده فن يا بيه، ده تدرسه أجيال، ده اسمه الفن القبطي، ده فن لوحده، ده الفن ده قصة لوحده تدرسها أجيال. بص يا بيه كل ده حسب الأخبار يعني، مع السلامة، عايزين يطوروها. الناس بتتكلم ان يعني الأحداث دي يعني حرام عليكم الطراز المعماري الفريد، احنا لا بنقدر فن ولا تاريخ. ادي تعليقات الناس على الخبر اذا كان صحيح هدم مطرانية ملاوي، اي دي بتتهدم اهي. حتى الآن لا أستطيع الكتابة عن هدم مطرانية ملاوي التراثية، منتظر هل سيتم هدم الملحقات والمباني الحديثة فقط أم الهدم سيطال الكنيسة التراثية الأخرى. أتمنى أن ذلك لا يحدث، وأعتقد أنه لن يحدث رغم صدمتي في إزالة الجزء العلوي من إحدى منارات الكنيسة اللي فوق دي، البرج اللي فوق ده. اللي عنده أي مستجدات ياريت يوفيني. قال يتفضل يا بيه، قابل وقعد فوق، قابل وقعد فوق. تخيل مطرانية يتهد، تخيل ده يتهد، أنا مش مصدق بصراحة. أنا أتمنى يكون الخبر غلط، بس غلط ليه؟ هي المطرانية يعني أعز من مبنى مدفن عمره 200 سنة 300 سنة؟ تفضل، ده ممنوع يتضرب فيه مسمار، ده أنا لا أسمح، لو مسؤول لا أسمح بتعليق المروحة دي، لأن دي هتتخبط مسامير في الحيطان. حيطان معمولة فن يا بص، اتفرج اتفرج عادي يا بيه. أنتوا جاي تفهموا في الطوب، في أبراج العاصمة الإدارية الجديدة، في الطيارة ملكة السماء، أنتوا جاي تفهموا في السمك، في الفرق بين البوري والبلطي، لكن أنتوا مش تفهموا في تاريخ ولا ثقافة. الجملتين دول قالهم جميل راتب في الراية البيضة للمعلمة فضة المعداوي. أنت جاي تفهموا في نوع المدفع ده من ده، في الدبابة دي من دي، في الطيارة الفرق بين الـ F-16 والـ F-35، بس في كنيسة ملاوي صعب تفهمه، في القبة بتاعت مستولدة محمد علي مستحيل هتفهمه. جايز تفهمه في نوع اللودر والكراكة، لكن في قيمة التراث أو الرسومات اللي جوه كنيسة ملاوي مستحيل تفهموها، مستحيل تفهموا إن ده فن عمل الراجل عن عقيدة، مستحيل تفهموا إن القبة اللي معمولة دي فيها نقوش صنعها صنايعية عاديين مصريين عاديين. أنتوا لو فيكوا تور دخل قصر محمد علي في المانيال، في القصر ده في مسجد صغير قوي كده، قوي صغير قوي، قصر محمد علي في المانيال، في المانيال بعد بتعدي الكوبري على اليمين كده، في جوه القصر ده مسجد أنا دخلته صغير جدا،
المسجد فيه لوحة للعمال اللي اشتغلوا في القصر ده، وتحديدا في المسجد، عمال الرخام، عمال الحجر، لوحة كده. أنا لا أنسى هذه اللوحة رغم أن أنا بقالي 11 سنة ما دخلتش مصر، لكن كتير كنت أخش المسجد ده واتفرج على اللوحة دي، وأشكر الأمير محمد علي في سري اللي احتفظ وحفظ لنا أسماء الصناعية اللي عملوا المكان ده. السيسي من غير ما يذكر خرب مقابر وكنائس وأراضي ومصانع. شوف عمال مجمع الألمونيوم في نجع حمادي اللي معتصمين بسبب تعنت الإدارة في صرف الأرباح السنوية بتاعتهم في الفيديو ده. ولما العمال دول قرروا يعملوا إضراب عن العمل المطالبة بحقوقهم، الإدارة هددتهم وقالت لهم محدش يقدر يلوي دراع الدولة المغول. وده اللي قالته المنصة في الخبر ده. عمال مصر الألمنيوم يتهمون رئيس القبضة بتهديدهم، قال لنا محدش يلوي دراع المغول. السيسي حضرات من غير ما يذكر، سيبك من ده بيذكر أو لا، من غير ما يذكر ضيع عرق الناس وتعبهم وشقاهم لما غلى الأسعار وكبت حرية الرأي. حتى اللي بيصرخ من الوجع ملوش حق. وعلى فكرة ده اللي قاله واحد من رجال الدولة، المحامي طارق العوضي بتاع لجنة الحوار، بيقول كل الطرق تؤدي بالمواطن للسجن. يا سيدي، المواطن يعاني من غلاء الأسعار والتعبير عن الرأي أصبح مغامرة محفوفة بالمخاطر. استمرار التعامل بهذا النهج يهدد النسيج الاجتماعي ويقوض ثقة المواطن في الدولة. هو لسه في ثقة؟ الحل يكمن في بناء دولة القانون. يا راجل بقالكوا 10 سنين بتسمعونا الكلام ده، ومؤسسات تحترم حقوق مواطنيها وتضمن حرياتهم الأساسية. المخرج يتطلب إرادة سياسية حقيقية للإصلاح وحوار مجتمعي. يا راجل حوار تاني يشارك فيه كل أطياف المجتمع، تاني حوار تاني يا متر. يا سيد طارق، ده انت في الحوار الوطني بقالك ردح، أي حوار تاني؟ بيذكر أو ما يذكرش مش مهم يا بيه. السيسي من غير ما يذكر شرب في صحتنا كلنا وفرط في الأرض والعرض والشعب والوطن والحاضر والماضي والمستقبل. في صحتك كاسك يا وطن، ده الجراف بقى يا بيه، اعلى بالجراف. 153 مليار ده المعلن ديون حتى الآن في صحة الزعيم. 4 تريليون جنيه ديون داخلية في صحة الزعيم. 60% من المصريين فقراء في صحة الزعيم. 75% من الموازنة ضرائب من جيوب المصريين في صحة الزعيم. إلغاء الدعم العيني وتحويله لنقدي في صحة الزعيم. رفع البنزين 3 مرات في سنة واحدة، في سنة من مارس لأكتوبر في صحة الزعيم. انهيار الجنيه وتعويمه 4 مرات في صحة الزعيم. رفع الدعم عن الكهرباء والغاز والمية في صحة الزعيم. انتهاء بناء السد وتفاقم الشح المائي في... أنا عايزك تركز على دي، في صحة الزعيم. بيع تيران وصنافير ورأس الحكمة والباقي أو البقية تأتي في صحة الزعيم. بيع المطارات والمواني والبنوك والمصانع والأصول في صحة الزعيم. هدم الآثار إسلامي مسيحي يهودي وبيعها برة والتفريط في التاريخ في صحة الزعيم. غلاء أسعار وارتفاع تضخم وطالة في صحة الزعيم. القبض على كل صاحب رأي وتحويل مصر لسجن كبير في صحة الزعيم. خيانة غزة وفلسطين والتفريط في معبر رفح في صحة الزعيم. كاسك يا وطن اشرب يا بيه. سيبك بقى من كل ده، تعالى بقى أنا عايز أقول لك حاجة في مصر النهاردة. سيبك بقى ده كان كاس خمرة أو مش خمرة ما يخصناش، كاس كان فيه إيه؟ كان فيه سم هاري. سيبك من السيسي سكر أو لا، ده ما يعرفش يسكر ده. سيبك من كل ده، هو هل في حد عاقل وطني محترم مش سكران ودماغه لسه في راسه؟ بلده مهددة في نقطة المية، وجاله من تحت رجله تجمع زي البريكس، قدامه قادة البريكس روسيا والدنيا القايمة والصين، وجاله تحت ايده رئيس وزراء اثيوبيا في نفس القعدة، في نفس القعدة، وما يجيبش سيرة سد النهضة خالص، ما جابش سيرة سد النهضة، ما جابش سيرة المفاوضات اللي باظت، ما جابش سيرة العطش والجوع اللي بيهدد اكتر من 100 مليون مصري.
كان كل اللي شغله في كلمته قدام روسيا والصين ودول التجمع البريكس انه عايز قروض جديدة وعايز شروط ميسرة. اسمع يا بيه الراجل بيتكلم في ايه. أهمية تعظيم الاستفادة من بنوك التنمية متعددة الأطراف لتكون أكثر قدرة على تعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر بما في ذلك النفاذ لتمويل المناخ. ونؤكد على الدور المهم لكل من بنك التنمية الجديد والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في توفير التمويل اللازم والميسر للدول النامية لتنفيذ المشروعات التنموية في قطاعات متعددة. تخيل يا محترم الصورة دي فيها أبي أحمد، وتخيل الصورة دي فيها قطبين من العالم، روسيا والصين. تخيل انه ما جابش سيرة صد النهضة، وكل اللي قدر يعمله انه غنى لأبي أحمد مخصماك. اه والله معلش انا هتكلم عنها وانا قاعد دلوقتي، بس ممكن يا بيبو جيبه مخاصم أبي أحمد. عارف انت الحركة الحريمي دي؟ عارف لما الست تزعل منك فتديك ظهرها كده؟ كل اللي قدر يعمله مع أبي أحمد انه مخصماك. والله ما اعرف اعملها كويس الحمد لله، يعني ما اعرفش اعملها. اتقمص، مقموص منه، زعلان، واخد على خاطره. مش راجل كده بيواجه ويقول له ما تهدى يا بدل ما اديك كف اخلي صف اسنانك على الارض. لا، ده اداله ظهره وقال له بص خصام. بس حتى في كلمته قدام دول العالم دي ما جابش سيره سد النهضه، ما جابش سيرة العطش اللي بيواجه 100 مليون مصري. بص 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 اهو جات الوقفة، اهو جات الوقفة، جات جنبه اهو. بس واقفين رايح فين؟ خلاص يا عم يخصناش الناس الباقيين. ايوه بس كده اهو جات واقفة جنبه. خلص بقى الصورة، خلص الصورة، يلا عامل ذكر اهو وشد كتافه لفوق، قال يعني هيطول، قال يعني لو شد كتافه هيطول 5 سم كمان. هات بقى اخر الصورة كده، اخر اللقطة دي وهو نازل من على المنصة، راح مديله ظهره وقال بص الصين يا ابويا، روسيا يا عم، الهند يا حج، الامارات يا ابونا، الناس كلها موجوده، قول لهم ادي بوتين يا عم. خلاص خلصتوا؟ بص بقى السيسي يعمل ايه؟ اتك على الصبر بقى، العب واحده واحده كده. بص السيسي يعمل ايه؟ بص لقى نفسه هو وابي احمد، بص مخصماك، مش هكلمك، والله ما هكلمك، هكلم الراجل ده اللي انا ما اعرفوش، والله العظيم الراجل ده ما اعرفه ولا اكلت معاه عيش. ازاي واحد عنده ذرة حب لبلده ما يستغلش محفل زي ده ويواجه ابي احمد ويضغط عليه عشان يدافع عن حقنا في المية؟ انت همك سكران ولا مش سكران؟ ما يخصناش. ازاي واحد عاقل يسكت عن حقنا بالشكل ده؟ جات لك الفرصة وتجمع، بدل ما انت داير على المجلس الامن الدولي والامم المتحدة وشي مش عارف ايه، طب ما الراجل قدامك وقدامك الهند والصين وروسيا، ما تقول لهم الراجل اللي قاعد في وسطكم ده احنا ازاي نبقى نتجمع واحد وفينا واحد مهدد شعبي؟ قول لهم كده، قول لهم ازاي ممكن يبقى قلبنا على قلب بعض ونبقى تكتل ضد امريكا وفينا واحد قاعد هنا بيهدد شعب؟ انا مش راجل، هو كل اللي همه بس يقول لهم سلفوني. باختصار يا حضرات، احنا تحولنا الى جمهورية الخراب من غير ما السيسي يذكر، مفيش سكر ولا حاجة. اسمع الدكتور يحيى الأزاز بيقول ايه؟ جمهورية الخراب. بيقول لك أما تعبت من وطأة الديون، أما تعبت من وطأة الديون، ألم تشعر بها في عيون الشعب الصابر وعلى كاهلي؟ صبرهم خوف على الدولة لا من السجون ولا حتى من ولا الموت. ولو اقتربت منهم لشعرت بحجم الكراهية العميق للسلطة باستثناء الأقلية المستفيدة. ولا عرفت أنهم يفضلون الموت على الحياة في عصر الجفاف والتجريف. ما الفرق بين الإنسان والحيوان؟ حرية الاختيار والتعبير بالقلم واللسان، والأرض ملك الإنسان والسماء والصخرة والزريبة للحيوان. نحترق بلهيب ارتفاع الأسعار يوميا الشعب، وندفع الضرائب وأتوات الإقامة في الوطن، ونؤدي الجندية يحكمون ويستدينون باسم الشعب، ونسدد ونحن صامتون، ومن يعترض ينكل به ويسجن. لم يرحموا شيئا إلا وهدموه وجرفوه، سلطة الهدم والتجريف ومحو تراث الدولة وتاريخها. يريدونها دولة فارغة ليسهل إحلالها بغيرها. إنها الجمهورية الجديدة، جمهورية الخراب. لمن الوطن يا سادة ولمن السيادة؟ للشعب السيد في الوطن السيد،
للأحرار وليس العبيد ولا الحيوانات. كيف نصمت ونفرط في وطن شيده أسلافنا بالعرق والدم والتضحيات، وما زلنا نضحي وعصابة المال تستفيد؟ ما عاش من خاف ولا استقر من جفن. الحرية لأصحاب الرأي والشعب، الحرية لمصر. الخلاصة، معركتنا مش كاس السيسي في خمرة ولا لأ، معركتنا كاس الوطن اللي سرقوه وشربوه ونهبوه ورفعوا الأنخاب من دم ناسه وسكروا على قفا الأمة وأحلام الأمة دي لحد ما فضلش وطن، ما عادش في وطن نذكر عليه. المغوط كان بيقول كاسك يا وطن، دلوقتي ما عادش في وطن. أو على رأي الشاعر التونسي مازن الشريف اللي قال في رائعته اللي غناها لطفي بوشناق: أنا مواطن وحاير أنتظر منكم الجواب، منزلي في كل شارع وفي كل ركن وكل باب، وأكتفي بصبري وصمتي، ثروتي حفن التراب، ما أخاف الفقر لكن كل خوفي من الضباب ومن غياب الوعي عنكم، كم أخاف من الغياب. سادتي وأنتم حكمتم حكمكم حكم الصواب، وثورتي كانت غنيمة وافرة لحضرة جناب. أنتم أصحاب الفخامة والزعامة، وأدري لن أكون في يوم منكم يشهد الله والزمن. أنا حلمي كلمة واحدة، يظل عندي وطن، لا حروب لا خراب لا مصايب لا محن. خذوا المناصب والمكاسب لكن خلولي الوطن.